بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم دلوقتي عن مجموعه من السي ان اس دراجز مهمه جدا وكل الطلبه بتستغلسها قوي، ما اعرفش ليه بالرغم انها ظريفه يعني، لكن جايز عشان التيرمينولوجي بتاعها شويه صعب. الا وهي الانتيسايكوتيك. الانتيسايكوتيك دول عباره عن ايه؟ عباره عن كلمتين، انتي ودي خلاص عرفناها اسمها مضادات، وسايكوتيك نسبه الى سايكوزس. طب هو السايكوزس ده عباره عن مرض؟ لا، ده عرض. يعني ايه عرض؟ يعني اتز سيمتوم لمنتال انسس كتيره قوي. فمش معنى جمعناهم وقلنا سايكوزس وخلينا ده عرض مشهور جدا بقى في الديزيزز دي كلها، لانه هو كاركترايزد بحاجه ثابته. ايه الكاركترايزيشن بتاعته دي؟ ديستوردد لوس سنس اوف رياليتي. هو عنده مشكله مع الواقع، هو منفصل شويه عن الواقع. منفصل بايه؟ بشويه حاجات هنقولها دلوقتي. السايكوزس ده او السايكوتيك سيمتومز دي بتبقى موجوده بقى في ايه؟ موجوده في ديزيزز كتيره جدا كلها هنتكلم عنها لما نعالج الامراض دي. اولهم المود ديز اوردر، زي ما احنا اتكلمنا في المحاضره اللي قبلها عن المود ديز اوردرز، بيبقى احيانا معاه سايكوتيك فيتشرز. وحاجه ثانيه اسمها الديمنشيا. الديمنشيا دي ان شاء الله هناخدها في الاخر خالص، الا وهي الخرف. مع الكبر في السن بيحصل ديمنشيا احيانا تبقى اسوشيتد مع سايكوتيك فيتشرز. والحاجه الثانيه بقى والمهمه هي دراج انديوسد، ودي مهمه من حيث ان انت ممكن تعملها، بس لو انت اعطيت البيشنت دراج زياده او اوفر دوز من دراجز معينه زي الامفيتامين واللي اتكلمنا عنها في السيمباثيك. الحاجه الاخيره بقى واللي اهمهم تقريبا هي السكيزوفرينيا. السكيزوفرينيا ده مرض معروف ان اسمه الفصام. ليه السكيزوفرينيا مهم في علاج او مهم قوي ان احنا نذكره دلوقتي؟ لانه في تو ايتم. اول ايتم ان البريفالنس بتاعه عالي، التكست بوك بتقول تقريبا 1%. الحاجه الثانيه والمهمه بقى ان السيمتومز بتاعته كتيره كتيره كتيره. طيب خلينا بقى عشان نفهم الباثوفيسيولوجي بتاع الموضوع بتاع السايكوز عشان نقدر نعالج. اول حاجه الديستورتد لوس سنس اوف رياليتي دي خاصه كده بالدماغ. يعني ايه بالدماغ؟ انت مش عايز تنفصل عن الواقع وعايز تعمل دماغ. مين بقى اللي كان مسؤول عن الدماغ عندنا؟ كان مسؤول عن الدماغ الدوبامين، لما قلنا في الانترودكشن بتاعت السينس. مدام دماغ او الدوبامين مسؤول، كان مسؤول في انهي باثواي؟ هو كان ليه كذا باثواي، لكن كان من افضل واجمل الباثواي بتاعه كان الميزوليمبيك ميزوكورتيكال. الميزوليمبيك ميزوكورتيكال، واحنا قلنا ليه سمينا ميزو؟ لان هو كل البروجيكشن غالبا بتطلع من الميد برين. ميزوكورتيكال البروجيكشن دي طالعه لللمبيك سيستم وطالعه للكورتكس. البروجيكشن دي بقى هتعمل ايه؟ تعالوا نشوف كده. الدوبامين من ضمن المونوامين اللي اول ما يتكون لازم يدخل في فيزيكلز علشان يخاف يتكسر بناه اللي عاكله هنا بالمرصاد، ويبتدي مع اي اكشن بوتنشال يبتدي يفرز علشان يشتغل على الريسبتورز بتاعته. ايه الريسبتورز بتاعته؟ من اول دي 1 لدي 2. اللي يهمنا في اللمبيك سيستم الدي 2، بغض النظر عن السيجنالينج ميكانيزم بتاعهم، لكن في الاول وفي الاخر دي عباره عن جي بروتين كابلد ريسبتورز. يعني ايه بس للناس اللي بتقول يعني ايه جي بروتين كابلد ريسبتورز؟ نفتكر مع بعض الفارماكوداينامكس. دي عباره عن ريسبتور عامله زي التعبان ملفوفه كده حوالين السيل ميمبرين، ومن جوه ليها الاكتيفيتور بتاعها، ومن بره بتمسك فيه الاندوجينوس ايجنت. بغض النظر عن الكلام الكتير اللي اتقال في المنطقه دي، لكن اللي يهمنا ان الاستيميليشن للدي 2 اللي موجوده هنا في الليمبيك سيستم بيعلي جو بيعلي جدا حاجه اسمها اي بي 3. يعني ايه اي بي 3؟ يعني انيسيتول تراي فوسفيت. احنا دايما بنقول ان الانيسيتول تراي فوسفيت ده البواب بتاع الكالسيوم ستورز في اي خليه، وبالتالي هيزيد الكالسيوم جدا. زياده الكالسيوم بالنسبه لنا تعني اكسايتيشن. طب الاكسايتيشن اللي هيحصل في الليمبيك سيستم نتيجه لزياده الاي بي 3 اللي حصل نتيجه للستيميليشن باي دي 2 اللي حصلت نتيجه ان الدوبامين مسك عليها، هيعمل ايه؟ لا، هيعمل حاجات كتيره قوي، اهمها بقى الهالوسينيشن. يعني ايه هالوسينيشن؟ يعني بيرسبشن ان ابسنس اوف اكسترنال ستيمولاي. مفيش اصلا حد موجود، لكن هو المريض شايف ان في حد موجود. فيجوال هالوسينيشن. مفيش اكسترنال ستيمولاي بيتكلموا، مفيش اي صوت، مفيش فويس، لكن مع ذلك هو سامع اصوات. الغريب بقى ان هو شايف ده في الواقع، يعني حاسس بالصدق ده، حاسس بالرياليتي بتاعت ده، وهي دي المشكله الاساسيه عند السايكوز. يبقى احنا بالنسبه لنا في هالوسينيشن، لا اما فيجوال لا اما اوديتوري هالوسينيشن، ودي نتيجه الاوفر دوبامينرجيك اكتيفيتي في الليمبيك سيستم. طب ايه كمان؟
في ديليوجن، يعني هو مش مكفيه هالوسينيشن، في ديليوجن. يعني ايه ديليوجن؟ يعني فولس فيكسد بليفز. البيشنت عنده فيكسد بليفز معينه خلاص، هو غير قابله للنقاش عنده، ومنها طبعا الجرانديوزيتي ان هو حاسس بالعظمه، خلاص ما حدش يناقشه بقى في الموضوع ده. يبقى احنا عندنا الاي بي 3 اللي عمل كله ده، عمل هالوسينيشن دي بوزيتيف وعمل ديليوجن، اضف اليها الاجريشن. الاجريشن من ضمن الحاجات الكاركترستيك جدا للاوفر ستيميليشن بتاع الدوبامينرجيك نيرونز الموجوده في الليمبك سيستم. يبقى عندنا هالوسينيشن وديليوجن واجريشن، كل دول ناتجين عن اكزايتاتوري، فعشان كده احنا بنسميهم البوزيتيف سيمتومز. ما دام يا دكتوره انت قلتي البوزيتيف سيمتوم، يبقى اكيد في حاجه اسمها نيجاتيف سيمتومز. بالظبط، ما دام احنا بنقول بوزيتيف سيمتوم يبقى اكيد في نيجاتيف سيمتومز. ايه نيجاتيف سيمتومز بقى؟ عكس ده تماما بس بشكل مختلف. بعد ما قامت الثيوري كامله بتاعت الدوبامين، ان الدوبامين مسؤول عن الدماغ، ان الواحد يعمل دماغ يعني، وان الدوبامين مسؤول عن الهالوسينيشن والديليوشن والاجريجيشن والاجيتيشن، بداوا بقى يعملوا انجنج للبرين ويجدوا ان بدا يزيد فيها السيروتونين بشكل كبير جدا. السيروتونين ده مونو امين زي اخوه بالظبط، ما يختلفش كتير، وبرضه بيتعبى في شويه علشان يخاف من الماء والفت. وبعد ما يحصل له ريليز بيشتغل على كميه مهوله من الريسبتورز، بتصل كده ل 14 ريسبتور، اللهم بارك. يعني اللي يهمنا فيها 5HT1A و5HT2C. الاثنين دول ممكن يبقوا موجودين بري سينابتك على النيرف علشان يمنعوا ريليز اوف نيورو ترانسميتر، وممكن يبقوا موجودين بوست سينابتك. اللي يفرق معانا هنا انهم وجدوا ان بيحصل اب ريجوليشن مع بعض الكوجنيتيف ديفيسيت او بعض النيجاتيف سيمتوم. زي ايه النيجاتيف سيمتوم؟ زي الاباثي. ايه بقى الاباثي ده؟ الاباثي ده عباره عن ليك او لوس اوف انترست اوف فيلينج اوف ايموشن towards something، خلاص يعني state of indifference، يعني هي مش فارقه معايا، مش فارقه يعمل ما يعملش، مش فارقه ياكل ما ياكلش، مش فارقه اي حاجه، مفيش اي emotion ولا اي feeling لاي حاجه بالنسبه لي. ايه كمان؟ السوشيال withdrawal، ده من ضمن النيجاتيف سيمتومز. النيجاتيف سيمتومز دي كانت بيحصل فيها كتير جدا اب ريجوليشن للتور ريسبتورز دول. كان في ميكانيزمز كده قالوا والله المشكلة الأساسية إن 5H2A و5H2C كانت بتكتم على نفس حاجتين مهمين جدا، كانت بتكتم على نفس النور أدرينيرجيك نيون، وإحنا عارفين قد إيه النور أدرينيرجيك كان مهم في الألرتنس والويكفولنس وفي المود إليفيشن، وكانت بتكتم على نفس شوية الجلوتامات، والجلوتامات ده مين إكزايتاتوري في البرين، وبالتالي كانت بتقلل بعض الأكتيفيتي المهمة في البرين. وجايز هو ده الإفكت بتاع الـ 5HT2A والـ 5HT2C. يبقى احنا كده عندنا بوزيتيف سيمتوم متمثلة في هالوسينيشن وديليوشن واجيتيشن، وعندنا كمان نيجاتيف سيمتوم متمثلة في الأباثي اللي احنا بنقول عليه ده، بجانب السوشيال وذدرول وحاجات تانية كتير في الترمينولوجي تعرفوها ان شاء الله لما تاخدوا البطن. اللي يهمنا بقى ان احنا هنضيف على الميكس الحلو ده، هنضيف الكوجنيشن ديفيسيت. ايه بقى الكوجنيشن ديفيسيت؟ الكلمه الثقيله دي، كوجنيشن يعني ادراك، كوجنيشن ديفيسيت يعني في عجز في الادراك، الراجل عنده مشكله اصلا. يعني عجز في الادراك يعني ايه؟ يعني المينتال، اصلا الكوجنيشن دي عباره عن المينتال بروسيس تو اكواير ايه، تو اكواير اندرستاندينج او ريكواير الاندرستاندينج للاكسبيرينس للليرنينج، كل الحاجات دي انا بسميها كوجنيشن. ايه عمليه كبيره قوي مينتالي اللي بقوم بيها في بالعمليات دي بتاعتي، ان انا افهم، ان انا امم الميموري بتاعتي، ان انا اتذكر الاشياء، ان انا ابتدي اعمل اكسبيرينس، ان انا اندرستاندينج، ان انا يبقى عندي معرفه نوليدج، كله ده معتمد على الكوجنيشن ديفيسيت. وللاسف الكوجنيشن ديفيسيت ده في مشكله عند الناس السايكوتيك. علشان كده بقى ببساطه جدا انا هاجي دلوقتي ادخل بدراجز، يبقى ادي اي دراجز اللي انا هركز عليه؟ اكيد هركز على دي 2 الموجوده في الليمبك سيستم، وهركز على 5HT. طب ايه نوع من 5HT؟ ما عندكيش يا دكتوره غير 2A و2C، ركزي معاهم شويه. المجموعه اللي انا ركزت عليها بالدي 2 سميناها الفيرست جنريشن. ليه الفيرست جنريشن؟ لان دي اول دراجز طلعت معايا قبل بقى ما تطلع الايمجنج ونشوف ان حصل اب ريجوليشن للريسبتورز دي في الناس اللي عندهم نيجاتيف سيمتومز كتير. وسميناهم كمان التيبيكال، يعني دول الاصل بقى والباقي تقليد، فدول سميناهم الفيرست جنريشن او التيبيكال. بعد كده حبوا يسموهم اسم دلع فسموهم النيورولابتيك دراجز،
احنا مش هتفرق معانا الاسماء كتير يعني، هما الفيرست جنريشن، هو التيبيكال، هما النيورولبتيك، مش هتفرق معانا كتير. لكن نيجي بقى لل 5 اتش تي او اللي معتمد اكتر على 5 اتش تي، دي هنسميها السكند جنريشن، وعشان نفرقها من اختها هنسميها كمان الاتيبيكال. اشمعنى هي يبقى ليها اسم واحد؟ الاتيبيكال انتي سايكوتيك. ايه بقى المميز في الفيرست جنريشن والسكند جنريشن؟ عايز سألنا سؤال مهم قوي، هل يا دكتوره انا لما دخلت بدراجز على 5 اتش تي كده انا خلاص لغيت فكرتي على الدوبامين ثيري اطلاقا؟ طب هل يا دكتوره لما انا كنت شغاله على الدي 2 انا كنت لاغيه اصلا قصه السيروتونين اطلاقا؟ امال ايه القصه؟ القصه بقى، ودي الاهم في فهم الانتيبسايكوتيك دراجز، ان احنا عندنا كل الريسبتورز دي، سواء السيروتونين او الدوبامين او اغلب الريسبتورز اللي موجوده في جسمنا، بتشتغل بحاجه اسمها جي بروتين كابلد ريسبتورز، اللي هو بنسميه الريسبتور التعبان. للاسف الريسبتور التعبان ده عنده لو سيلكتيفيتي. يعني ايه؟ يعني الدراج اللي بيشتغل عليه ما بيفرقش كتير، السبيسيفيستي بتاعته قليله جدا. يعني هتلاقيه بيقفل ده وبيقفل ده وبيقفل كذا ريسبتورز تانيين، بيأثروا على الاكشن بتاعه وبيأثروا على السايد افكت اللي احنا هناخدها منه. طب وايه الحل يا دكتوره؟ مفيش. احنا لما بنستخدم بنشوف هو مور بوتنت على ايه ريسبتورز، وعلى هذا الاساس بصنفه، هل هو فيرست جنريشن ولا هل هو سكند جنريشن. لكن الاهم اللي احنا نفهمه ان ريسبتورز كتيره هيحصل لها افكشن بالانتي سايكوتيك دراجز، وهي دي اللي هتديني السايد افكت تقريبا كلها، وهي دي اللي هتاثر على اختيارنا للانتي سايكوتيك. هنختار ده ولا هنختار ده على اساس الريسبتورز بتاعته. طب نجمعهم في ايه بقى عشان ما ننساش، ويبقى ده المفتاح بتاعنا للانتي سايكوتيك؟ نجمعها في كلمه ادهم، ادهم دبل اتش. اشمعنى ادهم بقى دكتوره؟ يعني كان في كلام في التكست بوك زمان ان السكيزوفرينيا بيبقى البريفالنس بتاعها اعلى في الميل عن الفيميل، فاحنا خدنا ان الدبريشن كان اعلى في الفيميلز، ولذلك سمينا مها، وقلنا مها رصينا عليها كل الانتي ديبريسنت. لكن بالنسبه لنا هنا في السايكوزس الميل بيبقى ليه شويه بريفالنس اعلى شويه، فاحنا هنسميه ادهم وهنركز معاه في الريسبتورز. ده معناه ايه؟ ده معناه ان كل الانتسايكوتيك بيأثروا على الريسبتور دي بس بشكل متفاوت، وعلى هذا الاساس بيبين السايد افكت بتاعته هتبقى اميل لانهي ناحيه. خلينا بقى نمسح ونكتب ادهم علشان نفهم الريسبتورز دي او الدراجز دي بشكل اوضح. خلينا نكتب اول حاجه ادهم، ادهم، ونقول ان احنا عندنا تو مين جروب. مين دول؟ عندنا الفيرست جنريشن، الفيرست جنريشن، وهنكتبهم هنا جنبينا علشان دايما نشوفهم ان شاء الله باذن الله نكون في اخر المحاضره حفظناهم. الفيرست جنريشن في واحد كده هايف اسمه الكلوربرومازين، واحد الحقيقه مش هايف اسمه الفلوفينازين. ولو انتوا تلاحظوا الاثنين دول الى حد ما مقربين لبعض، عشان كده الكيميكال استراكشر بتاعتهم قريبه قوي، حاجه مجموعه اسمها الفينايل فينازين، مش هتفرق معانا كتير. في مجموعه ثانيه بقى كيميكال استراكشر ثاني عمل لنا اثنين حلوين قوي زي الاخين دول، حاجه اسمها الهالوبريدول، الهالوبريدول والدرو بريدول. واحنا عندنا كام؟ عندنا اربعه، عندنا الكلوروبرومازين والفلوفينازين، دي مجموعه استراكشر، واستراكشر تاني عمل لي الهالوبريدول والدروبريدول. طيب خلينا بقى في الاتيبيكال او السكند جنريشن، مين هما؟ الاتيبيكال او السكند جنريشن هنقول فيهم مجموعه لطيفه جدا، حاجه اسمها الكلوزابين، واخوه اسمه الاولانزابين، واخوه تاني اسمه الكيوتابين، واختهم بقى الريسبريدون. وهنحط كده في دايره دراج اسمه الاريبيبرازول. نقولهم تاني المجموعه دي، الفيرست جنريشن او التيبيكال كلوربرمازين والفلوفينازين والهالوبرودول والدروبريدون، السكند جنريشن الكلوزابين والولانزابين والكيتابين والريسبريدون، وهنحط واحد كده يعني على جنب كده اسمه الاريبيبرازول، وهنقول ليه على جنب. ونبدا بسم الله في اول حاجه انا وهي الالفا 1. الادرينرجيك ريسبتورز بتتخبط من
مننا اللي هي دكتوره هتتخبط، لان احنا قلنا كلهم جي بروتين كابلت ريسبتورز، وبالتالي الاستراكشر اللي انا بعمله ممكن يقفل لي اكتر من ريسبتور. دي المشكله الاساسيه. طب خلينا بقى نفهم الاكشن كده بالراحه. احنا لما ندي دراج الفا 1 بلوكينج دراجز يبقى انا بعمل ايه؟ يبقى انا باثر على الفا 1. طب هي الفا 1 موجوده فين؟ موجوده في الفيزنز بريفرالي ميل. يبقى الايفكت بتاع الدراج ده هيبقى موجود، هيرفلكت على بريفرال. بالظبط الفا 1 كانت بتعمل فازو كونستراكشن، وما دام انا هقفلها يبقى انا هعمل فازو دايليتيشن. بس خلينا ناخد بالنا من حاجه، ان الالفا 1 دي كانت من سيستم مهم قوي اسمه الباروريسبتور. ايه الباروريسبتور ده؟ الباروريسبتور ده اللي بيخليني وانا قاعد اقدر اقوم بسرعه، والبلاد بريشر ياخد نفسه ويعالج نفسه بسرعه. بالظبط هو ده هيتضرب بقى. طب لما يتضرب ايه اللي يحصل؟ يحصل حاجه لطيفه جدا، يحصل ان انت لما تيجي تقوم تحس بدوخه وتقع، وده بنسميه اورثوستاتيك هايبوتنشن او بوستشرال هايبوتنشن، او الهايبوتنشن اللي ناتج عن تغيير البوزيشن، او الهايبوتنشن اللي ناتج ان احنا ضربنا الباروريسبتورز اللي كانت واقفه معانا طول الوقت وبتساعدنا. يبقى دي اول مشكله. تفتكروا اول مشكله دي هتقلقنا مع مين؟ علشان نبقى فاهمين واورينتد بدراجز من الاول، هتقلقنا جدا مع الالدر. ليه؟ الاولد ايش غالبا بيبقى حصل له شويه، يعني بتبقى الاجهزه بتاعته اتكهنت غالبيتها كلها يعني، وبالتالي الفازو موتور تون او الباروريسبتور نفسه بيبقى فيه مشكله، خلاص كبر بقى واستخدم كتير قوي، وبالتالي الناس دي بتبقى سنسيتيف قوي قوي للالفا 1 افكت، الالفا 1 بلوكينج افكت اوف انتي سايكوتيك. فلو في دراج لالفا 1 جامد فيعني ننصح ان احنا ما نستخدموش مع الالدر دي بالذات. ده بالنسبه للالفا 1. نيجي للغول بتاعنا الا وهو الدي 2. احنا قلنا ان الدي 2 هي الموجوده بكثره في الليمبك سيستم. نيجي بقى للدي 2 ونقول هو احنا الدي 2 عايزين نقفلها فين؟ في الليمبك سيستم، صح؟ عشان نقفلها في الليمبك سيستم انت مش هتقدر تتحكم في الموضوع ده. ليه؟ لان انت لما تيجي تقفلها هتقفلها في الباس واي الثانيه، الاربعه باس واي اللي احنا اتكلمنا عنهم. طب نفتكرهم كده مع بعضينا ونتذكرهم. ادي البرين وادي الميد برين وادي طالع من الميد برين شويه بروجكشن لطيفه كده. اهم بروجكشن كانت طالعه دي الليمبك سيستم، الميزوليمبك والميزوكورتيكال، والبروجكشن دي كانت مسؤوله عن الهالوسينيشن ومسؤوله عن الريورد كمان. بس كان في شويه بروجكشن تانيين، كانت واحده رايحه للبيزال جانجلي، وكان في واحده رايحه للهايبوثالاموس، وكان في واحده رايحه للسيتيزي، او في دي 2 ريسبتورز موجوده في السيتيزي. طيب خلينا بقى نفهم هو الدراجز دي كان مين اللي اشتغل عليها بوتنت افكت على الدي 2. كان كل التيبيكال، كان كل الفيرست جنريشن شغال عليها فيري بوتنت. يعني هو ده معناه انه ما كانش شغال على الهيستامين؟ لا طبعا شغال على السيريتون، لا كان شغال بس ليس بوتنت، ما كانش ظاهر قوي الافكت ده. علشان كده الكلوروبرومازين والفلوفينازين والهالوبريدول والدروبريدول بنعتبرهم من الحاجات الدي 2 بلوكر محترمين جدا. طب مفيش حاجه اقواهم؟ طبعا المجموعه دي الفلوفينازين والهالوبريدول اللي في النص دول، ده غالبا هايف قوي، والدروبريدول ده بنستخدمه استخدامات ثانيه. لما احنا قفلنا في الليمبك سيستم اعطانا ايه؟ منع البوزيتيف سيمتوم مين. ليه؟ لان البوزيتيف سيمتوم كانت معتمده اكتر على الاستيميليشن او الهايبر اكتيفيتي بتاعه الدوبامينرجيك نيرونز اللي موجوده في الليمبك سيستم. فاكيد لما نيجي نقفلها اكيد يبقى احنا كده بنأثر مينلي على البوزيتيف سيمتومز. يعني هنمنع اكتر الهالوسينيشن، هنقلل جدا الديليوجن، وكمان ممكن نمنع خالص الاجريشن او الاجيتيشن. يبقى البوزيتيف سيمتومز هتعالجها بكفاءه عاليه جدا. طب والنيجاتيف؟ لا والله احنا قلنا ان النيجاتيف كان ليها اب ريجوليشن للسيروتونين وكان فيها مشاكل كده، علشان كده مش هنلاقي الحاجات دي كفاءه قوي في النيجاتيف سيمتومز. طب بالنسبه لنا الدراجز دي هل هي كلها انتاجونست كويس؟ كلهم انتاجونست ما عدا واحد، ده بقى ايه؟ او الالبيبرازول ده بارشيال اجونست. نقف بقى واقفه ونقول هو ينفع استخدم بارشيال اجونست ان انا اعالج بيه واحد سايكوزس؟ ما احنا اتفقنا ان البارشيال اجونست بيشتغل كانتاجونست في وجود كميه كبيره من الاجونست. طب ما احنا موجودين في الليمبك سيستم، والليمبك سيستم فيه هايبر ستيميليشن من الدوبامين، دوبامين بشع يعني وشغال على الليمبك سيستم، فده معناه ان الاليبيبرازول هيشتغل انتاجونست وهو ده المطلوب. بس في الاماكن الثانيه بقى الاليبيبرازول مش هيشتغل كانتاجونست، وبالتالي مش هيديني السايد افكت اللي انا مش عايزاه.
عشان كده الاريبيبرازول هنلاقيه من ضمن الاكسبشن لاي مشاكل في السيستم ان انا اقفل السيستم بتاع الدوبامين. طيب نكمل بقى. هو احنا قلنا دلوقتي مكان واحد بس اللي احنا استفدنا بيه اللي هو الميزو ليمبيك سيستم، وخدنا منه افكت حلو قوي اللي هو الانتي سايكوتيك افكت، واتفقنا ان الافكت ده هيركز مينلي على البوزيتيف سيمتومز. وبرضه هنتفق ان كل الدراجز دي كلها بلا منازع ليهم دي 2، بس الدي 2 متغيره، بمعنى الدي 2 هنا بوتنت جدا جدا جدا، لكن الدي 2 هنا لا ليس بوتنت. طيب امال بقى الافكت بتاع البيزال جانجليا بقى الدوبامين بيعمل ايه؟ اللي بينيله في الحته دي؟ لا الدوبامين بيعمل حاجه لطيفه جدا. الدوبامين في البيزال جانجليا بيعمل لي حاجه اسمها ديسكاينيزيا. يعني ايه ديسكاينيزيا؟ هي من اسمها الدوبامين بيعمل ديسكاينيزيا. ديسكاينيزيا يعني ان الابنورمال موفمنت، يعني ان الحركه تطلع سهله. هو الراجل بيسر، وبالتالي بيحب قوي الحركه تطلع يعني سلسه جدا جدا، لدرجه انه ما عندوش اي مشكله في ان يطلع ابنورمال موفمنت او انفولانتري موفمنت. يعني عشان كده الدوبامين في البيزال جانجليا بيبقى مسؤول عن الديسكاينيزيا. طب ايه علاقه الدوبامين بالموتور؟ لا ما هو الجزء ده من البيزال جانجليا ده بارت من الاكسترا بيراميدال سيستم. الاكسترا بيراميدال سيستم ده مسؤول عن الموتور فانكشن عندنا، وبالتالي اي لعب فيه او اي حد هيدلي بدلو هيأثر على الموتور اكتيفيتي. فلما نقول ان الدوبامين مسؤول عن تسهيل الحركه، ما عندوش اي مانع ان تطلع حركه ابنورمال او كمان تطلع انفولانتري موفمنت، فعشان كده بنسميه ان هو بينديوس ديسكاينيزيا. طب ما احنا الحمد لله ما حدش مننا بيعمل ابنورمال موفمنت ولا حاجه. لان في واحد تاني واقف له بالمرصاد حاجه اسمها الاستايل كولين. الاستايل كولين في البرين طول الوقت واقف له بالمرصاد، واقف كده مد بند. بيعمل ايه؟ بيعمل اكاينيزيا. يعني الدوبامين بيعمل ديسكاينيزيا، عايز يعمل سهوله في الموفمنت لدرجه انها ممكن تطلع ابنورمال او انفولانتري بدون وعي. على عكس الاستايل كولين بيعمل اكاينيزيا، مش عايز يعمل حركه. طيب النت افكت، النت افكت احنا اللي بنستفيد منه الدول انهيبيشن اللي بيعمله الدوبامين على الاستايل كولين، واللي بيعمله الاستايل كولين على الدوبامين بيخلي الموفمنت تطلع نورمال، وهو ده المطلوب ان الموفمنت بتاعتي تطلع نورمال. طب امال ايه المشكله؟ المشكله لو الكفه قلت، لو الدوبامين كسب يبقى النت ريزلت ديسكاينيتي اب نورمال موفمنت، لو الاستايل كولين كسب يبقى الاستايل كولين هو اللي هيكسب، فساعتها الاكاينيزيا هي اللي هتكسب. بس مش هتحصل لوس اوف موفمنت مره واحده، لا هيحصل الاول ريجيديتي، والريجيديتي دي تعمل برادكاينيزيا، ما يبقاش قادر يعمل الموفمنت، حاجه صعبه قوي جدا جدا. وده بيظهر كتير قوي في الواحد وهو بيمشي، ممكن يحصل حاجه اسمها شافلنج، يبتدي بقى مش قادر ولا يعمل فليكشن ولا اكستنشن، وبالتالي يبدا يحصل شافلنج، يبقى بيمشي بيمسح الارض. ده بالنسبه لنا اللعبه في البيزال جانجلي. طيب انت عندك انسايكوتيك هتعمل بيها ايه؟ دي هتقفل الدوبامين. لما تقفل الدوبامين يبقى مين اللي السلطه؟ الاستايل كولين. لما الاستايل كولين يبقى ليه الابر هاند، هيعمل لك ايه؟ اكاينيزي. بس الاكاينيزي مش هتظهر الاول، هتظهر ابنورمال موفمنت بصوره ريجيديتي وبراديكاينيزيا. الريجيديتي والبراديكاينيزيا ليها عندنا اسم في البطنه اسمه الباركنسونيزم ديزيز. عشان كده الدي 2 لما نقفلها في البيزال جانجلي هتعمل لنا باركنسونيزم ديزيز، ودي بقى المصيبه. بس احنا ما بنحبش نسميها باركنسونيزم ديزيز، لان باركنسونيز ده اصلا ديجنريتيف ديزيز بيحصل على الاولد ايج نتيجه للديجنريشن اوف دوبامينرجيك نيرف. لكن هو ما حصلش ديجنريشن عندنا، فاحنا نقول حاجه لطيفه كده وشيك، نقول ايه؟ اكسترا بيراميدال سيمتومز. والمقصود بيها طبعا هيمنه الاستايل كولين على البيزال جانجلي. وما دام هيمن يبقى هيمشي رايه. هيمشي رايه ازاي؟ هيعمل ريجيديتي وهيعمل برادي كاينيزي. يبقى الاكسترا بيراميدال سيمتومز اللي بتعملها قفله الدي 2 في البيزال جانجلي دي هتبقى لصالح الفيرست جنريشن ولا السكند جنريشن؟ لا يا دكتوره، الفيرست جنريشن والتيبيكال طبعا، لان الفيرست جنريشن في الاصل بوتنت دي 2 بلوكر. عشان كده لما يقفلوا لك الدي 2 هيعملوا لك هنا اكسترا بيراميدال سيمتوم في البيزال جانجلي. طب نكمل بقى الباس واي بتاع الدوبامين. ما هو باس واي غصب عننا لازم نمشي فيه. الباس واي الثاني بتاع الدوبامين واللي بيشتغل على الدي 2 رايح للهايبوثالاموس. طيب هي الهايبوثالاموس دي فيها ايه؟ الهايبوثالاموس فيها شويه هرمونز بتنزل وتشتغل بقى في البلد. من ضمن الهرمون ده البرولاكتين.
والاسم ده احنا قلنا البرولاكتين بروموشن اوف لاكتيشن، يعني ايه؟ يعني بيعمل بروموشن او بينتج البرولاكتين او اللبن. طيب الدوبامين وظيفته ايه هنا؟ الدوبامين هو الفيسيولوجيكال انهيبيتور ليف، بيشتغل بقى على الجي اس وبيعمل انهيبيشن للبرولاكتين ريليز. طب ما دام بيعمل انهيبيشن للبرولاكتين، دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ احنا مش عارفين. هو لو الست اصلا عندها بيبي وبتعمل لاكتيشن ده شيء مفيد جدا، لكن وانس ان الست خلاص مش في لاكتيتنج بيريود المفروض البرولاكتين يتوقف وخلاص، وتبدا بقى يقل جدا نسبه البرولاكتين والدوبامين يعني. طيب اغلب الحياه يعني الفيميلز ما بيبقاش عندها فتره لاكتيشن، وبالتالي ان احنا نقفل البرولاكتين ده ان احنا نقفل الدوبامين ده بيزود جدا البرولاكتين. طب وايه المشكله ان احنا نزود برولاكتين في البرين او في الجسم؟ لا، المشكله انه هيبدا ينتج ميلك او فلويد على الاقل، ويبدا يعمل انلارجمنت للبريست، حاجه اسمها جالاكتوريا. مش دي المشكله الاساسيه؟ البرولاكتين نفسه بيعمل انهيبيشن للاكسس بتاع الاستروجين والايفيوليشن، وبالتالي هيحصل انهيبيشن للايفيوليشن ويحصل امينوريا، ودي مشكله كبيره قوي بنقابلها لما بنعالج بالدي 2 بلوكر. يبقى احنا كده قفلنا كامباس واي، قفلنا الميزوليمبيك واعطانا انتي سايكوتيك وده حلو، قفلنا البيزل جانجليا واعطانا اكسترا برامدال سيستم وده وحش، قفلنا الهايبوثالاموس واعطاني هايبر برولاكتينيميا يعني زود البرولاكتين وده وحش. فاضل لنا بس الافكت بتاعه على السي تي زي. ايه بقى الافكت بتاعه على السي تي زي؟ هو السي تي زي كيمو ريسبتور تريجر زون. ده ماله ده بقى؟ ده عباره عن الفوميتنج، مسؤول عن الفوميتنج، هو والفوميتنج سنتر اللي جوه، بس ده بره البلاد برين بارير. الكيمو ريسبتور تريجر زون في مجموعه لطيفه كده من شويه الريسبتورز اللي بتبتدي بتستجيب لاي مشكله في البلاد وتبدا تعمل فوميتنج. بالنسبه لنا لما بنقفل دي 2 وهو اصلا من اهم الحاجات اللي بتعمل انيزز ونوزيا، يبقى احنا كده بندي انتي ايميتيك افكت، ودي حاجه حلوه بصراحه. يبقى الانتي سايكوتيك اعطتنا 2 حلوين و2 وحشين. اعطتنا انتي سايكوتيك حلو وانتي ايميتيك حلو، لكن في نفس الوقت اعطتنا اكسترا برامدال سيمتومز وحشه، واعطتنا هايبر برولاكتينيميا وحشه. الافكت ده هيكون اكتر مع مين؟ مع الفيرست جنريشن، لان هما بوتنت دي 2 بلوكر. نمسح بقى الكلام ده ونشوف الاهم التاني. احنا كده خدنا ال A وخدنا ال D، فاضل لنا ال H. ال H هنا اللي هي 5-HT او الهستام او السيروتونين. السيروتونين ريسبتورز بقى الحاجات دي بتشتغل عليها ازاي؟ مبدئيا كده دكتوره دول السكند جنريشن هما اللي بيشتغلوا اكتر على السيروتونين ريسبتورز. انهي سيروتونين ريسبتورز؟ 2A و 2C. اللي احنا كنا نعرفه ان ال 2C دي كانت موجوده في الساتيريتي سنتر وكانت بتعمل لها ستيميليشن. بس الايفكت الاولاني اللي احنا قلناه ان هما الاثنين كانوا بيقفلوا او بيقللوا النور ابنفرين، وكمان كانوا بيقللوا الجلوتامات، ولذلك لما حصل لهم اوفر ستيميليشن او اب ريجليشن في البرين بتاع السايكوزس قلنا ان كان مرتبط بالنيجاتيف سيمتومز كتير جدا. فبدانا نعمل ايه؟ بدانا نعالج بحاجات تبلوك السيروتونين 2A والسيروتونين 2C، وخدنا افاده كبيره جدا. الدراجز اللي بتقفل مينلي بوتنتلي ال 5HT 2A و2C بتعلي جدا النور ابنفرين، ودي كانت ميزه بالنسبه لنا، لان تعليه النور ابنفرين كانت بتعمل تريتمنت حلو قوي للنيجاتيف سيمبلز زي الوزدرول زي الاباثي، انها بتزود الاتنشن بتزود الانترست بتزود شويه موتيفيشن كده، فبتبقى جميله جدا بالنسبه لنا. وعاليه الجلوتامات وده برضو حسن لنا كتير من النيجاتيف سيمبلز. علشان كده احنا دايما بنقول ان الدراجز بتاعت السكند جنريشن بتحسن افضل النيجاتيف سيمبتومز عن البوزيتيف سيمبتومز. طب والحاجه الثانيه بقى؟ الحاجه الثانيه الايفكت بتاع الساتايتي سنتر. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا دلوقتي عندنا 2C دي كانت موجوده في الساتايتي سنتر بتعمل له ايه؟ بتعمل له ستيميليشن. اغلب الحاجات دي بتعمل ستيميليشن. الستيميليشن ده يعني كان الانسان بياكل وخلاص، يعني بيوصل للساتايتي وخلاص كده. طب لما نيجي احنا نحوش الايفكت ده نعمل بلوكينج لل2C، يبقى احنا بنعمل ايه؟ بنمنع الشبع تماما.
فيحصل ايه؟ البيشنت هيحصل فود انتيك تقريبا غير متناهي، وده يوصله لمرحله سخيفه جدا الا وهي الويت جين. الويت جين ده بيتعزز بإفكت تاني هنقوله بعد كده، بس خلي بالنا احنا دايما بنقول ان اي ويت جين بيعمل اكزوشن للبنكرياس انه يطلع انسولين. انت كل شويه عمال تاكل، كل شويه عمال ادخل لك انسولين، اتعبت. البنكرياس لما بيتعب في الإفكت ده خلاص بقى بيوصل لمرحله سخيفه انه بيطلع هايبر انسولينيميا بشكل كبير، واللي هي بعد كده الريسبتورز بيحصل لها ريزيستنس، وبتبقى بدايه سخيفه جدا للدايبيتس ميليتس تايب 2. اضف بقى الى ذلك ان الويت جين ده بيزود لي الترايجليسرايد. يعني انت عندك ترياد كده ملوش حل، زودت الترايجليسرايد في الجسم، عملت ويت جين، عملت جلوكوز توليرانس تيست فاشل لان انت خليت الانسولين ما يشتغلش، مش عارف يشتغل، الريسبتورز بتاعته بدات تخاف منه، فبدات يحصل لها داون ريجوليشن و انترنالايزيشن. يبقى احنا بالنسبه لنا عندنا مشكله كبيره مع الدراجز اللي بوتنت انهبيت ال 5 اتش تي اي. اه هتدينا افكت حلو قوي على النيجاتيف سيمتومز، وطبعا اكيد ليها دي 2 فشغاله على البسط بس مش بنفس كفاءه الفيرست جنريشن. بس المصيبه السوداء هي دي، المصيبه السوداء انها بتزود الفود انتيك بشكل ما بيقفلش، انت ما عندكش وصله، ما عندكش قفله، وبالتالي انت عندك انكريز تو فولد للناس اللي هياخدوا الدواء ده للدايبيتس ميليتس. بس لا، ما انت عندك كمان ترايجليسيريميا. الترايجليسيريميا او الكوليسترولينيا بنخاف منها مع الكارديوفاسكولار موربيديتي والبنكرياتايتس. يبقى احنا كده بالنسبه لنا كل واحد ولعبه. الحاجات اللي كانت شغاله على دي 2 مينلي كانت ليها اكسترا بيراميدال سيء جدا، والحاجات اللي كانت شغاله على 5 اتش تي 2 اي و 2 سي كانت لطيفه جدا على نيجاتيف سيمتومز، بس كان ليها ميتابوليك سايد افكت عنيفه جدا. مين بقى الحاجات اللي بوتنت قوي على الموضوع ده؟ الكلوزابين. الكلوزابين من الادويه اللطيفه جدا اللي فعلا بتشتغل بشكل بوتنت قوي جدا على ال 5 اتش تي 2 بلوكينج. طيب ما دام هي بوتنت يبقى اكيد ايه؟ اكيد السايد افكت بتاعها عالي جدا. اه بالظبط، هي اعلى ريسك للميتابوليك سايد افكت سواء الترايجليسيريميا او الدايبيتس ميليتس. الحاجه الثانيه بقى، في حاجتين لطاف جدا هنكملهم في الاخر ليه ادهم، الا وهي مين؟ الا وهي اتش 1 بلوكيد. الهستامين برضو هيتقفل. اه هما كل دول اصلا جي بروتين كافرد ريسبتور، فالهستامين هيتقفل كمان. لما الهستامين يتقفل يبقى احنا بنعمل ايه؟ هو الهستامين كان شغال ايه اصلا عشان احنا هنعكسه؟ الهستامين كان الحاجات الاكسايتاتوري اللطيفه جدا بالبرين، اكسايتاتوري نيورو ترانسميترز، وبالتالي كان بيصحصح وبيشتغل في الويكفولنس. طيب والحاجه اللطيفه الثانيه ان هو كان بيعمل انهبيشن للهانجر سنتر، الواحد ما كانش بيجوع. طيب ايه اللي احنا بقى نيلناه؟ انت ببساطه عطيت اتش 1 بلوكيد، يعني قفلت اتش 1، يبقى قفلت الالرتنس والويكفولنس والحاجات اللطيفه دي، فعملت سيديشن، البيشنت هينام على روحه. والحاجه الثانيه انت قفلت الهانجر سنتر، ده معناه او كنت عامل انهبيشن للهانجر سنتر، فدلوقتي عامل ستيميليشن للهانجر سيستم لان انت اصلا عملت بلوكيت لاتش 1. طب لما تعمل ستيميليشن للهانجر سنتر يبقى هتعمل ايه؟ هتزود جدا 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 الفود انتيك. بس لا، انت عامل سيديشن للبيشنت، فايه اللي هيحصل؟ هيقل الانرجي بتاعته، هو اصلا مش هيعمل ولا حركه ولا موفمنت ولا اي حاجه، وبالتالي انت بتعمل له ايه؟ فود انتيك زياده معاها سيديشن، يعني ينام ويقوم ياكل، ينام ويقوم ياكل، عشان كده هيحصل ويت جين بشكل كبير جدا. نفتكر بقى مع بعض هو ايه الدراج اللي ممكن يبقى ليه اتش 1 عالي جدا؟ لحسن الحظ انه الكلوزابين، مش عارف لسوء الحظ انه الكلوزابين للاسف. الكلوزابين من ضمن الحاجات الانتي هيستامينيك بتاعها عالي جدا، وعشان كده السيديشن بتاعه عالي والويت جين بتاعه عالي والدايبيتس ميليتس ريسك عالي جدا. كمان معاه الكلوروبرومازين، بس لان احنا مش بنستخدم الكلوروبرومازين كتير او مش ريكومندد كتير في الانتسايكوتيك، فالى حد ما بنخليه على جنب. فاحنا بنقول الكلوزابين من ضمن الحاجات اللي ليها اتش 1 عالي جدا، اتش 1 بلوكيت عالي جدا. هو السيديشن هنا تفيدنا؟ اه تفيدنا في الاجيتيشن، في الاكيوت، في الاكيوت ستيج من سايكوسيس بتفيدنا جدا ان احنا نعمل بيها سيديشن للبيشنت، ننيمه نخمده يعني، نوم الظالم عباد. الحاجه الثانيه بقى الا وهي الماسكارينيك. هما كمان عندهم ماسكارينيك؟ اه للاسف عندهم ماسكارينيك. ايه بقى الماسكارينيك اللي فيهم؟ هو الماسكارينيك احنا قلنا في الانترودكشن ان الماسكارينيك عموما او الاستايل كلين بيبقى مسؤول عن حاجتين حلوين قوي، مسؤول عن الميموري
ومسؤول عن الموشن، علاقة النوري والموشن. الموشن يعني ليه رول في الاكسترا بيراميدال سيستم، وده احنا شرحناه كويس في البيزال جانجليا. قلنا ان هو اللي كاتم على نفس الدوبامين، وهو اللي بيعمل الروجيديتي والبراديكاينيزيا والشافلينج جين. فدي خلاص ما فيهاش مشكله. لا فيها مشكله دكتور، ما دام انت بتقولي لي انتي ماسكارينيك يبقى ما فيش اي لازمه ان الدراجز دي هتعمل اكسترا بيراميدال سيمتومز. لا هنا بقى نقف وقفه، مش احنا بنقول ان الدراجز دي بتشتغل على كل الريسبتورز بس بوتنسي مختلفه بإفكاسي مختلفة؟ طيب هو عنده أنتي ماسكارينيك بس الأنتي دوبامينيرجيك أعلى بكتير من الأنتي ماسكارينيك. الإفكت هنا بوتنت جدا عن هنا، علشان كده لا الدوبامين بيزيد في البيزا الجانجليا بالرغم ان ليه أنتي ماسكارينيك. لكن ده يفهمني إيه؟ يفهمني إن الدراج اللي ليه أنتي ماسكارينيك كويس، يعني ليه أنتي ماسكارينيك كده يرد الروح إلى حد ما، الإكسترا براميدال سيمتومز بتاعته إلى حد ما قليلة شوية. ودي ميزة. زي مين بقى؟ احنا عندنا غيره زي الكلوزابين. الكلوزابين من ضمن الدراجز اللي ليها انتي ماسكارينيك عنيف او قوي يعني، وده بيخليه الاكسترا براميدال سيمتومز بتاعته قليله جدا. طب لو فكرنا كده مين تاني الاكسترا براميدال سيمتومز بتاعته قليله؟ غالبا يا دكتوره كل الاتيبيكال كده وش الاكسترا براميدال سيمتومز بتاعتها قليله، لان هم اصلا مش شغالين بوتنت على ال دي 2. بس طبعا لو جينا للاليبرازول هنقول نو اكسترا براميدال غالبا، لانه بارشل اجونست، يعني هو اصلا ملوش في اللعبه خالص، مش هيلعب اللعبه معانا في البلوكيد. طيب امال بالنسبه للنيموري دي تفرق معانا؟ المعلومه دي تفرق معانا جدا. ليه؟ لان الاسايل كولين بيلعب لعبه حلوه قوي في الميموري وبيحسن الميموري زي ما احنا هنقول ان شاء الله في الاضرار. فلما يبقى عندك دراج شغال اصلا انتي ماسكارينيك يبقى انت كده ممكن تسوق الميموري. طب ده يخوفنا في ديزيز معين قلناه في اول المحاضره الا وهي الديمنشيا. عشان كده احنا بنقول ملحوظه مهمه، ان الدراجز اللي ليها انتي ماسكارينيك عالي ما نحبش نستخدمها في الديمنشيا. ليه؟ لان انت كده بتديتيريت الميموري اللي هي اصلا متقندله، فانت مش ناقص يعني البيشنت مش ناقص. عشان كده الديمنشيا بنبعد عن الحاجات اللي ليها انتي ماسكارينيك عالي. ده بالنسبه لي سنترال. لكن الانتي ماسكارينيك بقى حكايته كلها في البريفرال اصلا. ده ميديات الاستايل كرين، كان ميديات الباراسمباثيك وعليه، فلما انا انهبت فانا بعمل اتروبين لايك اكشن، يعني حاجه مقرفه جدا جدا. واحنا دايما بنحفظها كده في ثلاثه سيمتوم مهمين، ثلاثه فوق واثنين تحت، اللي هم مين؟ السيمتومز الاولاني الدراي اي او اللي بيعمل البلورد فيجن، والحاجه الثانيه دراي ماوس. هيبقى دراي ماوس بقى وبقه ناشف كده، ريقه ناشف مفيش سلايفه خالص. والحاجه الثالثه التاكي كارديا، ودي بالنسبه لي تمثل توكسيستي بالذات عند الاولد ايج، هو مش مستحمل. الناس دي اصلا بتبقى يعني الاجهزه الى حد ما بتسلم نمر، وبالتالي انت لازم تبقى حنين معاها في الدرجز. حاجه تعمل تاكي كارديا ممكن تدخله في اريدميا، او لو هو اصلا هارت فيلر فاحنا كده بنزود النيره، ولو انجينا برده بنزود النيره. الحاجتين اللي تحت بتعمل ريتينشن مشهوره جدا، ريتينشن وكونستيبيشن، ودي احنا شرحينها باستفاضه في الاوتونوميك. يبقى احنا بالنسبه لنا كده الانتي ادرينرجيك افكت كان الفا 1 بلوكيد وكان بيعمل باس دايليتيشن واورتوستاسيس. الدوبامين 2 او الدي 2 بلوكيد كان بيعمل لي بلوكيد بيديني تو افكت حلوين وتو افكت وحشين، انتي سايكوتيك وانتي ايميتيك، وكان بيديني اكسترا براميدال سيمتوم وكان بيديني هايبر برولاكتينيميا. السيريتونين بلوكيد كان بيديني احلى ميتابوليك سايد افكت شفناها في عصر الفارماكولوجي. الاتش 1 بلوكيد كانت بتديني سيديشن ويت جين رهيب. الانتي ماسكارينيك كانت بتديني بريفرال وسنترال وكانت بتاثر عليهم بشكل كبير. واهم دواء كان بيديني انتي ماسكارينيك هو الكلوزابين. هناخد بريك ونكمل ان شاء الله باذن الله الانتي سايكوتيك.